التوبولوجي اللي ظهر قدامي دي هحاول ان انا ابني لاب باستخدام جي ان اس 3 على الاي اس اي. احنا اوريدي عملنا لابات كتير قبل كده، بس اللاب ده اختلافه ان انا هبدا ان انا اشتغل على 3 زون زي ما ظهر قدامي. عندي الاكسترنال زون، عندي كمان الانترنال زون، والدي ام زي زون واصل عليها الدي ام زي سيرفر. كل زون منهم موصل عليها كلاينت بي سي، كل كلاينت منهم واصل عن طريق سويتش، كل واحد فيهم موجود في فيلا مختلفه. الاكسترنال هوست موجود في فيلا 172، الدي ام زي في 192. هبدا ان انا هعمل باور اب لكل في امايه منهم. اول حاجه هبدا بيها الراوتر واحد كونفيجر تيرمينال، الهوست نيم ار1. ابدا اول حاجه الانترفيس جيجا اسرنت 0/0، الاي بي ادرس 209.165.200.225، والماسك 248. الانترفيس سيريال 3/0، كلوك ريت كان ظاهر قدامنا، الاي بي ادرس 10.1.1.1/32. بعد كده هتنقل لR2. R2 اول حاجه هقوله نفس الستبس، كونفيجر تيرمينال، الهوست نيم هيكون R2. الانترفيس اول حاجه هبدا بيها هو انترفيس سيريال 3/0، الاي بي ادرس في الحاله دي هيكون 10.1.1.2 ونو شت داون. انترفيس سيريال 3/1، الكلوك ريت هيكون في الحاله دي الرقم ده، الاي بي ادرس 10.2.2.2، وبعدين هتنقل لآر 3. آر 3 في الحاله دي هقول كونفيجر تيرمينال، الهوست نيم هيكون آر 3، عامل 2 انترفيس. انترفيس اول حاجه انترفيس جيجا اسرنت 1/0 B 72.16.31/32 وشت داون. انترفيس سيريال 3/1، الاي بي ادرس هيكون 10.2.2.1، و الماسك بتاعه انا ستيل موجوده في ار 3. هتنقل دلوقتي الراوتر R1 وابدا ان انا اعمل روتس الخاصه بR1. هتنقل R1 ستيل موجوده جوه الكونفيجر مود، هقوله اي بي روت ديفولت روت اللي هو 0000 نفس الماسك، وهيروت على سيريال 3/0. المفروض ان انا انقل كل الروتس اللازمه على الثلاثه راوترز الباقيين، R1 R2 R3. نفس الكلام على R3، الديفولت روت هيرمي على 3 سيريال 3/1، باقي لي الروتس الخاص بR2. اي بي روت عندي في الحالة دي النتورك 209.165.200.224 بالماسك ده على سيريال 3/0. عندي النتورك التانية 172.16.30/32 هيرمي على سيريال 3/1. رجعت دلوقتي لراوتر 1 وعملت انيبل الاتش تي تي بي سيرفر. السيرفيس دي اقدر من خلالها اقدر الوجن او اعمل مانجمنت للراوتر ده. دلوقتي هرجع تاني اعمل كوماند كمان وهو الباسورد لينس. الباسورد لينس بحدد فيه عدد الكاركترز اللي هدخلها في الباسورد. الكوماند هيكون سيكيورتي باسورد، المينيمم لينس في الحاله دي هيكون 10، ما يقلش عن 10 وقابل للزياده بعد كده. تمام. الاي بي دومين نيم هسميه sisi.nasecurity.com.
بعدين هقول له الكوماند اللي هو كريبتو كي جنريت ال RSA الجنرال كيز، استخدم 1024 بعدين هقول له اليوزر نيم admin 01 واستخدمت الباسورد سيسكو من 1 لـ5 بعدين قلت له line console 0 login local الexecution time out هيكون من 5 لـ0 login synchronous و line gty من 0 up to 15 و login local transport input ssh و الexecution time في الحالة دي من 5 up to 0 ده كان بالنسبة ل R1 بعدين exit enable secret الباسورد كانت في الحالة دي كانت close من 1 up to 5. هرجع تاني للتوبولوجي هفتح الـ VMI اللي انا بشاور عليها دي هدخل اعمل لوجن دلوقتي هدخل على النتورك كونكشنز هعمل edit للنتورك بتاعه هخلي الاي بي ادرس في الحاله دي طبعا عملت ديسيبل وعامله مانوال بايدي الاكزيستنج كونفيجريشنز هحط الاي بي في الحاله دي هيكون 192.168.2.3 الماسك 24 والجيت واي كان 2.1 تمام واعمل enable networking عشان اضمن ان هو واصل مع R3 هرجع تاني للبي سي هدخل على الايثرنت انترفيس بتاعه وهشوف الاي بي ادرس بتاعه بعد ما دخلت الـ IP manual بإيدي وعملت disable firewall هدخل على الـ VMI رقم 3 وأحط الـ IP address اللي أصين ليها اللي هو VLAN 172 نفس الكيس هدخل على الـ connection الـ Ethernet connection بتاعته وهعمل manual بإيدي وأحط الـ IP address في الحالة دي كان 172.16.3.3 ماسك 24 والـ gateway كانت 3.1 تمام كده انا عملت الثلاثة في ام الموجودين عندي في التوبولوجي دلوقتي هتنقل على الاي اس اي اول حاجة هعمل شو رانينج كونفيجريشن واشوف ايه هي البرميشن ليست او الاكسس ليست المطبقة على الاي اس اي في صورة بوليسيز فدلوقتي انا هبدأ اشتغل على 3 انترفيس الانترنال والاكسترنال والدي ام سي وواضحين كل الانترفيسز في التوبولوجي اللي ظهر قدامي اول حاجه هدخل في الكونفيجر تيرمينال مود بعدين هقول له يس سوري نو على سيسكو اس اي هبدا ادخل على كل انترفيس منهم هقول له كونفيجر فاكتوري اول حاجه هبدا بكوماند سيت اب وهبدا اعمل كل انترفيس بير انترفيس اول انترفيس هبدا بيه هو الانترفيس المانجمنت انترفيس المانجمنت عشان اقدر اكسس منه ال الـ ASA Interface Management هو 0 على 0 هقول له Name of Management الـ IP Address هيكون 192.168.1.1 الماسك 255.255.255.0 Exit هكمل باقي المانجمنت داتا بدايه من الاي بي ادرس وخلاص اتفقنا اللي هو 192.168.1.1 الماسك كان /24 فهعمل انتر على طول هسيبه الفاليو اللي قدامنا
ال SA name أو ال host name ASA-NET أو initiation يعني، ال domain name في الحالة دي سميته generic.com، ال IP address of host running اللي هو ال management network management admin أو network admin، ممكن تختاره أي subnet مناسبة ليك. في الحالة دي أنا اخترت 192.168.1.3. عايز تسايف الكونفيجريشن أقوله يس. بعدين كده أنا already موجودة في الكونفيجريشن مود، خلينا نكمل باقي الكوماندز الخاصة بالـ ESA. هعمل أول حاجة end exit، هرجع تاني أدخل الـ enable الباسورد بتاعتي اللي أنا عملت لها creation من شوية، الهوست نيم انا سيسين اي اس اي، الدومين نيم سيسين اي سيكيورتي دوت كوم، الباسورد سيسكو، انيبل باسورد كلاس، الكلوك سيت، بعدين الانترفيس مانجمنت 0/0، النيم اف مانجمنت، الاي بي ادرس 192.168.1.1/24، السكيورتي ليفل 100 لانه اعلى سكيورتي ليفل موجود في الانترفيسز للاس اي، انترفيس جيجا بت 0/0، النيم اف اوتسايد، الـ IP address هيكون 209.165.200.226 والماسك 255.248، no shutdown، show interface IP brief، دول التو interfaces جيجابت ايثرنت 0/0 والمانجمنت 0/0، شو اي بي ادرس ده الاوتسايد، نو جيجا بت ايثرنت 0/0، بعدين هقول له شو رانينج انترفيس مانجمنت 0/0، ظهرت السكيورتي ليفلز والاي بي ادرس اللي انا اوريدي عملت لها الساين. من جوه البي ال ASA هبنج على 192.168.1.3 ده الهوست كان ريتشابل اللي هو الانترنال هوست، هفتح الهوست ده، هفتح الفي ام اي بتاعته، هفتح شاشة التيرمينال وابنج على، خلينا بس نشوف الاي بي ادرس كان تمام 1.3، وأبرنج من خلاله على 192.168.1.1 ده الـ IP بتاع الـ ASA كان بينجابل تمام. رجعت دلوقتي على الـ ASA هقوله Configure Terminal، عملت Enable الـ HTTP Service والـ HTTP هيكون الـ IP بتاعه، أكسسه من خلال الـ IP 192.168.1.0 والماسك كان /24. دلوقتي انا ستيل موجودة على الانترنال هوست، هحاول ان انا هدخل على ASA من خلال HTTP service 192.168.1.1، اكتبه في البراوزر بس HTTPS، وهدخل من خلال ASDM على الفايروول، ده السيسكو ASDM اللي بعمل بي GUI management لل ASA، هعمل بينج على 10.1.1.1، عشان اقدر ابقى اكسس الاي بي ده محتاجه ان انا اعمل static root اللي ظاهر قدامي اللي هو default root static
0.0.0.0 نفس الماسك كمان اكسسه من خلال 265-200-225 زي ما شاورت عليها في التوبولوجي. تمام اكزت. بعدين لما عملت الشورنينج كونفيجريشن ده الروت اللي انا عملته دلوقتي وظهر قدامي. هرجع تاني على ESA هقول له Object Network Inside-Net الأوبجكت ده اللي اسمه Inside-Net هحطه فيه Subnet 192.168.1.0/24 النات اللي هو Network Address Translation هسميه أو هي الأكت ما بين المانجمنت انترفيس والأوتسايد انترفيس ما بين المانجمنت والأوتسايد. تمام Dynamically دلوقتي أنا still على ASA هعمل Policy Map سميتها Global Underscore Policy. دي البوليسي دي هطبقها على البي سي عشان يقدر يأكسس أو يبنج على 209 Subnet. هقوله Class Inspection Default Inspect ICMP البنج يعني بروتوكول بس مش محتاج ان انا افتح اي بروتوكول تاني. البوليس اللي انا حليتها دي هتحل مشكلة البنج لان اوريدي حاولت ان انا بنج من البي سي اللي ظاهر قدامي ده على الاي بي بس البوليسي حلت مشكلة البنج على 209.165.225 لان انا فتحت لها الاي سي ام بي بنج بروتوكول. الكوماند بعد كده اللي هو خاص بالدي اتش سي بي ادرس 192.168 هاخد الرينج من 1.5 up to 1.100 management. الكوماند اللي بعده هعمل الكوماند الخاص بالدي ان اس من خلال الكوماند دي اتش سي بي دي دي ان اس اللي هو 201.2.209.165.201.2. بعد كده هكتب الكوماند اللي هو DHCPD option 3 بالاي بي هيكون 192.168.1.1 وهعمل enable ل DHCPD management show running DHCPD دي الاي بي ادرس بتاعه options وده الرينج بتاع الاي بي ادرسز. عشان اعمل تيست القصة دي هرجع للفي ام اي بتاعتي وهعمل disable للstatic اي بي ادرس وخليها automatically عشان اتاكد من السيرفيس دي اللي انا عملتها انيبل هل اصبحت اكتيفيتد او لا. فهفتح شاشه التيرمينال او حتى من النتورك انترفيس كارد اللي انا واقفه عليه سواء من البروبرتيز او حتى من شاشه التيرمينال هكتب اي بي كونفيج سلاش اول ال ال بي الاي بي ادرس اللي اخده في الحاله دي كان كام 192.168.1.5 الرينج انا كنت فعلا اعطيه له من 1.5 up to 1.100 كده successful. هكمل المانجمنت كونفيجريشنز الخاصه بالاي اس اي هقول له يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو up من 1.5. بعدين هقول له تريبل اي اوثنتيكيشن اس اس اتش والكونسول وكمان هستخدم اللوكال اوثنتيكيشن. كده كتبت كريبتو كي ار اس اي جنريت وقلت له يس عمل جنريشن حلو جدا. بعدين هخرج واقول له رايت ميموري
اقول له الاس اس اتش 192 168 10 الماسك 24 هيكون ده المانجمنت، ال 172 16 3 3 سلاش 32 ده هيكون اوتسايد، هعمل تيست للاس اس اتش بروتوكول من خلال الفي ام اي من خلال البوتي او اي بروتوكول تاني بيدعم الاس اس اتش. كتبت اليوزر نيم والباسورد بتاع الاس اس اتش بتاع الاي اس اي على الاي بي ده كده، المفروض ان انا سكسسفولي عملت لوجن على الاي اس اي من الفي ام اي كنتورك ادمن يعني، المفروض ان انا اعمل باقي الكومنز من خلال الشاشة التيرمينال المفتوحة. اخترت ان انا اعمل كونفيجريشنز للانترفيس جيجا ايثرنت 0/2 وحطيت لها الاي بي ادرس، وعملت النيم اف از ان دي ام زي از دي ام زي، عملت السكيورتي ليفل في الحالة دي كان 70 والنو شت داون، والمفروض ان انا اكرر نفس الستبس الخاصة بالبوليسي وبالاوبجكتس اللي عملتها سواء في الانسايد او في الاوتسايد على الدي ام زي. هعمل اوبجكت نتورك سميه دي ام زي سيرفر، الهوست 192.168.2.3، النات هيكون ما بين الدي ام زي والاوتسايد الستاتيك اي بي يكون في الحالة دي 209.165.200.227، ده في حالة الناتينج ما بين الانترفيس الدي ام زي والانترفيس الاوتسايد. بعد كده الاكسس ليست اوتسايد داش دي ام زي هعمل بيرميت للاي بي اني هوست ان هو يأكسس الهوست اللي هو 2.3 192.168.2.3، وفي السورس في السورس عملته اني بيرميت اي بي اني هوست للاي بي ده. عملت اكسس جروب اوتسايد داش دي ام زي الترافيك ترافيك هيكون ان على الانترفيس اوتسايد، دايركشن بتاعه ان على الانترفيس اوتسايد،